ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تطفئ نار الغيرة في القلب، نعوذ بالله من انطفائها، تطفئ نار الغيرة في القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل العبد إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصرون على عدم الاستقباح فقط، بل يحسن الفواحش ويحسن الظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، والجنة عليه حرام، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه لغيره. ثم يقول بعد كلام: فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له فلا دين له، ومن لا غيرة له فلا دين له.